السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة جميلة جدا، كيكة الافاتار اللي هي الكيكة الباردة يا جماعة بالجيلي، تمام؟ لاولادنا كده في الامتحانات ترتب على قلبهم ان شاء الله وربنا يوفقهم كلهم. رايحين معايا المقادير يا جماعة. هنا يا جماعة معايا 3 اكياس جيلي، طبعا بالاطعمة اللي انتم تحبوها. انا جبت مانجا، تمام، وجبت فراولة وجبت مشمش، تمام. وهنا يا جماعه معايا ايه لون غذائي ده اختياري، ممكن تحطوا منه ممكن لا، براحتكم برده، تمام. ومعايا هنا يا جماعه كوبايتين لبن، ومعايا معلقتين جيلاتين كبار، ونص معلقه ميه متلجه، ومعلقتين سكر، وكوبايه ميه مغليه. حطيت اهو، فتحت الباكت، بسم الله الرحمن الرحيم، مفضيه كده، وهنزل بكوبايه الميه المغليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بنات هدوب بقى الجيلي خالص لحد ما يدوب خالص، وشوف هنعمل ايه مع بعض. دوبته خلاص الجيلي، هو الميه السخنه، هنزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم بايه بنص كوبايه الميه الساقعه، تمام، واقلب. بس اقول لكم يا جماعه ان الجيلاتين ده يا جماعه بقري، اللي هو الحلال، يقولوا العطار عايزين جيلاتين بقري ملوش. ممكن تعملوا، انا يعني ايه عندي القوالب دي، ممكن تعملوا بتاع علب ثلاجه عادي، تمام. هنعمل دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، نزل ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين يا حبايبي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، نوسع نفسينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا بنات هعمل الكيسين بنفس الخطوات اللي تركوا عليها الميه المغليه والميه الساقعه مع نفسي، عشان وقت الفيديو ما اطولش حضراتكم، تمام. هسيب ده كده يا جماعه كده بالشكل ده، هو الايه اللي هو المشمش ده الاورنج كده، تمام. هسيبه كده، تمام. ده يا جماعه اختياري، ده له غذائي يا جماعه اختياري، تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ بصوا حبايبي، هنقع كده نقطتين. بسم الله الرحمن الرحيم، ده اختياري يا جماعه، بس الاطفال بتحب الالوان يعني يا جماعه، وده مصرح بيه اهو. بصوا يا بنات اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. اديني بقى مش عارفه ايه اللون بقى اهو، تمام، اهو اللون ده كده، تمام اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل بقى يا جماعه الاطعمه الثانيه ونفس النظام، وادخلها الثلاجه يا جماعه بنفس الطريقه كده، وادخلها الثلاجه بعد ساعتين ان شاء الله، نشوف هنعمل ايه مع بعض باذن الله. اهو عملتهم مع نفس، هما نفس الخطوات بالظبط اهو، هدخلهم بقى الثلاجه ان شاء الله، وعلى لحد ما يمسكوا ساعتين ثلاثه براحتهم خالص. وهنعمل بقى عقبال ما نستغل الوقت، هنعمل ايه؟ هنعمل بقى اللي هو ايه اللبن والجيلاتين مع بعض، اللي هي الكريمه بتاعته. حطيت الكوبايتين اللبن وعليهم السكر، هدوب السكر كده. اول ما ابتدي كده يسخن معايا، بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل بقى يا جماعه المعلقتين الجيلاتين. بسم الله الرحمن الرحيم، واقلب بقى كده في المرحله دي يا جماعه، هدي النار عشان ايه اللبن ما يتحرقش يعني من قاع الكازرون. يغلي اهو، اهو بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هسيبه بقى يا جماعه يهدي عقبال ما نطلع الجيلي ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بصي يا بنات، بعد طبعا ما الجيلي تمسك معايا اهو، بسم الله ما شاء الله اهو، تمام. اللون كله قدامكم، هي المانجا والمشمش والفراوله، وده اللي حط عليه اللون الاخضر بتاع اللي هو اللون الصحي. وهنا يا جماعه الجيلاتين مع اللبن مع السكر كده اهو. هنعمل ايه دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نوسع نفسينا كده. يا بنات هنقطعه ان شاء الله، نحطه في العلبه دي براحتكم، ممكن اي علبه ثلاجه. غدقناه يا جماعه بزيت خفيف يا جماعه، ملوش ريحه، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا حبايبي اهو، نقطع بقى مع بعضينا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى الوصفه دي يا حبايبي، لو حبايبكم الاطفال الصغيرين ما بيحبوش اللبن، هيحبوا اللبن في الوصفه دي اهو. بصوا حبايبي اكمل انا التقطيع عشان ما اطولش معاكم الفيديو. حبايبي اهو قطعتها مربعاتها بالسكينه. بسم الله الرحمن الرحيم، اروح ايه مفككها من بعضها كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي قلبي الزباتيولا ما سعفتنيش. بصوا حبايب قلبي اهو، بدي اجيب كده اهو، شايفين اهو. بصوا حبايب قلبي اهو، زي مكعبات التلج، شايفين اهو شو المكعب عامل ازاي. ودي برده نفس النظام، شكله افضل يا جماعه، وبرده براحتكم. بصوا شايفين يا جماعه ما شاء الله، هعمل لها كميه يا جماعه، شوفوا هنعمل ايه مع بعض. بصوا يا بنات اهي ما شاء الله، قلبتهم على بعضهم. بصوا ما شاء الله الالوان جميله ازاي، اقول لك افرحوا بيها اهي ما شاء الله، قوه الا بالله. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم اللبن مع الجيلاتين مع السكر. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هو ايه ضيف يا جماعه معايا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، انزل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، تمام. بصوا ما شاء الله الالوان جميله ازاي، شايفين يا حبايبي. بنات ما شاء الله قوه الا بالله اهي، حطها يا جماعه في الثلاجه ان شاء الله، بيتها عشان تمسك وتبقى كويسه، وانا دي ما شاء الله بعد ما تمسك مع بعضنا ان شاء الله.
بصوا يا حبايبي، دي بقى ان شاء الله بعد الليله كامله. بسم الله ما شاء الله. بصوا الجمال يا جماعه، شايفين من جنب عامله ازاي ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله كده ايه، من غير فرن، تحليه بارده سريعه نقلبها مع بعض بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. دهن الزيت يا جماعه تفرق كتير، بس تكون نضيف ومش ريحه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين يا حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. شايفين يا حبايبي الالوان والحاجات الجميله؟ شايفين يا حبايبي؟ بصوا بقى نختبرها مع بعضينا بقى. بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. حبيبتي اللي اول مره بتشوفيه، ما تنسيش بقى في اللايك والشير في الاشتراك في القناه، وبحبكم في الله، ونختبرها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. بص يا حبايبي اللهم بارك ما شاء الله. بص شايفين يا حبايبي؟ شايفين ما شاء الله؟ شايفين في الالوان والجمال والحلويات؟ شايفين من الناحية التانية؟ شايفين حبايبي؟ بصوا بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. شايفين يا حبايبي؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. شايفين؟ بص يا حبايبي بقى لو التحليه الجميله دي لو عجبتك بقى، ما تنسيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه، واعملي لها الاوراق في الامتحانات ان شاء الله، وترتب على البوم كده، وبالنجاح والتوفيق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.